السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. استخارة بالقرآن الكريم بأول حرف من اسمك، كشف روحاني كامل بفضل الله تعالى. هنبدأ بالاستخارة الأولى بهذا الأحرف، حرف الألف والباء والتاء، ثم الساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. أول استخارة، وبعد ذلك نأخذ الاستخارة الثانية. أول استخارة، بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا. بسم الله الكاشف، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وقبل ما نبدأ في الاستخارة الثانية إن شاء الله أقول لكم السورة الصافات وتقرؤوها كم مرة بفضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، هذا الأحرف أرى فيه تغير جذري وقرار مهم ومفاجآت لست في الحسبان وضربة حظ ومال إن شاء الله. ضربة حظ ومال يا أصحاب هذا الأحرف، أخواتنا في الله، في ضربة حظ ومال. وأرى فيه تغير جذري وقرار مهم ومفاجآت لست في الحسبان. في لقاء بشريك، في لقاء بشريك عاطفي برج ناري وبداية حب وللبعض منصب أو سفر. أبشر، في تدخل إلهي من فوق سبع سماوات في فرحة ونجاح وأخبار سعيدة واتصال لفرصة جديدة. أبشر بالخير، في امتلاك شيء جديد وتوثيق عقود، أرى توثيق عقود وبداية هتعلي شأنك، هتعلي شأنك، لأن في امتلاك شيء، أرى امتلاك شيء وتوثيق عقود وبداية هتعلي شأنك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب عايز يرجع لك، في حبيب عايز يرجع لك ويصالحك، في حبيب عايز يرجع لك ويصالحك. وخروط طرف ثالث، لأن في طرف ثالث، في خروط طرف ثالث إن شاء الله. البعض بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، أرى للبعض بتطلب بكل مستحقاتك القديمة. أرى انتصارات قانونية في المحاكم وتحقيق أمنيات للبعض، في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقيق أمنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، أرى في نجاح مهنة وأموال رح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة لبعض هذا الأحرف. أرى للبعض عرض ارتباط، في عرض ارتباط أو زواج من شخص من خارج جولتك أو شخص بينكم مسافات طويلة. أرى في ناس هتدخل حياتكم، ناس هتدخل حياتكم هتأثر عليكم بالخير وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك وحياتك. أبشر بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أرى الناس هتدخل حياتك هتأثر عليك بالخير وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك وحياتك. للمبتعدين، في تخاطر أو تواصل روحي بينكم وبين شخص، بينكم زواج، في زواج، في أرى طاقي أو شغف ناري برجه
مائي أو ناري، في بينكم شغف. أرى للبعض مبتعد عن الشريك، بعد جسدي أو روحي، رغم أنكم في مكان واحد. في مكان واحد بجمعكم فاقد أرى الشريك أو العلاقة الزوجية، وهذا بسبب سحر أسود أو جن عاشق. حصن نفسك، حصن نفسك. أرى للعزاب رجوع علاقة أو ارتباط من شخص، هذا الشخص من الأقارب. وللبعض ماضي هيتقفل وأنت صاحب القرار. وللبعض ماضي هينقفل وأنت صاحب القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. في ناس قطعوا ورجعوا لك تاني، ورجعوا لك تاني هاي الناس، وعندك يد مساعدة وسداد ديون، وسداد ديون. أبشر بي الخير، أبشر بي الخير. أشوف عندك البعض فرحة من هذا الأحرف، أشوف عندكم من البعض في فرحة في بيتك بإذن الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. أراك غلقان على شخص مريض من عائلتك، عندك حسد شديد، عندك حسد شديد، في حسد شديد من المقربين، عندك حسد من المقربين مأثر عليه حياتك كلها، رزقك معطل. أرى في نفور بينك وبين الشريك وتفكر بالانفصال، مو طايق أي شيء. حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد. البعض الطاقات عندهم وسواس قهري مؤثر جدا عليهم، ما مستمتع بالحياة، ودايما الأفكار السيئة وهي اللي مسيطرة عليك وعليك، مسيطرة عليك وعلى الاستغفار والأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد امرأة معها بنت تريد تأذيك بأي طريقة، في امرأة معها بنت تريد تأذيكم بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان جاية تلف حواليك حتى تلدعك. هذا الست مثل الثعبان جاية تلف حواليك حتى تلدعك. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. ولكن بأمر الله ربنا راح يحفظك، راح يحفظك. أراك مظلوم من شخصية يتكلم عنك، ما كنت متوقع انه راح يتكلموا عليك، في يوم من الايام هتنصدم من هذا الاشخاص الذين يتكلموا عليك، لانك لن تتوقع ان هذا الاشخاص راح يتكلموا عليك. في صلح بينك وبين الشريك ورجوع للمنفصلين، واللي يفكر بالانفصال لا تاخذ قرار حاليا، اللي بيفكر في الانفصال لا يأخذ قرار حاليا، لأن العين شديدة عليك والسحر، وهم اللي مسبب لك هذا النفور، هذا النفور. أرى مال في الطريق ليك، أرى مال في الطريق ليك ومن حوله أو قريب جدا. أرى في ورث أو ورث في الرجوع ليك حق، أو جاي لك في الطريق. أرى انتصار ليكم على أعدائكم بإذن الله تعالى. قول يا الله، قول يا الله. أرى انتصار ليكم على أعدائكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هيعطيكم الخير من وسط الأزمات، حتى لو انت مش شايفين الخير ده، صدقني هتلاقوا الحلو طلع لكم فجأة من حيث لا تجري،
استند على ربنا واستقوى بربنا، لأنه أقوى وهيقويكم وهيخليكم تستعيدوا طاقتكم وقوتكم مرة أخرى. ولا تقلق، ربنا مش هيخذلك، مش هيخذلكم بإذن الله تعالى، وهيحقق لكم حلمكم، لأن كثير منكم في حلم شاغل باله وبيفكر فيه، إن شاء الله هيتحقق بإذن الله تعالى. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاكم خلال هاي الأيام القريبة القادمة بإذن الله تعالى، هتعوضكم وتجبر بخاطركم عن كل الوجع والتعب اللي شفتوه في حياتكم واللي تعبتوا منه. أرى هتلاقيها اتحلت، هتلاقيهم اتحلت من غير أي ترتيب، هتلاقوها اتحلت من غير أي ترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أراكم في منكم هينصدم من الفرحة، هينصدم من الفرحة. أرى في خير كثير هيجيلكم، هيغير حياتكم فوق ما تتوقعوا. بسم الله الكاشف، في سفر أو أنت بتتمنى تسافره، أراك أنت بتفكر في فك السحر، وفي منكم من بيفكر في تخلص هذا المس العاشق، لأن مر بتعب منه ويعرف أن عنده مس عاشق واللي يعرف عنده سحر، في منكم بيفكر يفكه، جرب كذا طريقة وليس اتفق. أرى البعض لسه حزين وكاتم دموعه. إن شاء الله كل أحلامكم هتتحقق قريبا، ربنا هيعوضكم بخير وسعادة ما كنتش تتوقعوها، ما كنتش تتوقعوها. صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، أرى عندكم تركيز بعلاقاتكم العاطفية وتصليح الأمور بينكم بإذن الله. عندكم ارتباط رسمي بإذن الله. أرى على الصعيد العمل عندكم توقيع ورقة تخص العمل ورزق خلال الأيام القادمة إن شاء الله. احذروا من ناس محاطة من حواليكم رح يسبب لكم إزعاج، رح تسبب لكم إزعاج، احذروا منها. أرى العمل أرى ويحاولون يستفزوكم ويقولون عليكم كلام ويقولون من قيمتكم. أرى للمتزودين عندكم صلح مع الشريك وتنازل وتخلي عن بعض العادات السيئة. أرى لعندكم ويحاولوا يضبطون أموركم وتوازنون بين حياتكم العملية خارج البيت وبين حياتكم داخل البيت، رح يكون إصلاح إن شاء الله. ورى للمنفصلين في رجوع خلال هذا الفترة بإذن الله تعالى، في رجوع خلال هذا الفترة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. عندكم أبواب بإذن الله تعالى، عندكم أبواب وليس باب، عندكم أبواب رح تفتح فتح أبواب بإذن الواحد الأحد، وتظبيط أمور، وتظبيط أمور بفضل الله، وفك الدين. عندك قلق وتفكير مو طبيعي، وضعكم الصحي اضبطوا وضعكم الصحي، لأن أنتم جدا هاملين أو مهملين، كلكم وضعكم بصورة عامة شوية اهتموا بحالكم خلال هذا الأيام، ورح تشوفوا نتيجة إن شاء الله، لأن صحتكم تعبانة.
منكم، لأن أرى منكم عندكم زيارة لدكتور. أرى عندكم شخص بحياتكم في العاطفة. هل شخص عنيد ومستفز لدرجة مو طبيعية وشك عنده، كذلك عدم الثقة بحياته، وهذه شيء من مخالفات الماضي بسبب له هي طاقة عندكم سفر وهو كان معترض. أرى خلال الفترة دي عندكم سفر، عندكم سفر، أراكم بتلتزموا بتسديد مبلغ مالي راح تسدوه بفضل الله تعالى، راح تسدوه بفضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشف، أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. طبعا بتمروا، أنتوا بتمروا بتعب وتفكير وتشتت وأفكار وعدم الاستقرار بحياتكم العاطفية والزوجية. أما للمتزوجين، شافوا شريك تركك وهامل جميع الأمور المختصة بينكم، ولازم إيده من يمك من ناحية المادة، لكن أقوى تحسين خلال هذا الأيام وتحسين علاقتكم إن شاء الله. وللمنفصلين أرى في رجوع جديد قريب قريب، لكن هذا أرى في شخص ثاني. هذا الشخص أراه مادي، هذا الشخص مادي، وأرى تفكيره بالمادة فقط، لكن وضعه هذا الفترة بالنازل. أرى عندكم سفر قريب، وحاولوا تبطلوا كلام وصرصرة في الكلام، مليتوا من الكلام عشان الكلام أرى الحسد. توقعكم المشاكل، أنتم المفترض تبعدون عن المشاكل، المفترض أنكم تبعدون عن المشاكل، ابعدوا عن المشاكل على قد ما تقدروا، علشان هالمشاكل هتسبب لكم ضغوطات وتعب. هذا المشاكل لان العين عليكم، العين عليكم ومحسودين حسد شديد، فحاولوا ان تبعدوا عن المشاكل على قد ما تقدروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، عشان العين عليكم موقفة معاكم مواقف غريبة بتحصل معاكم، وحاسين من جواكم ان في حد بيراقبكم او في شر متابعكم الفترة دي، وان شاء الله الفترة القادمة هتتخلصوا من كل الاذى اللي متابعكم، لان العين مسيطرة. عشان أراك صعبان عليك نفسكم وعاوزين تبقوا حاسين بالوحدة وحياتك مش زي ما كنت بتتمنوا، لكن ده الشيطان بيأذيكم، بس هتنتصروا عليه الفترة القادمة بإذن الله تعالى. في خبر يسعد قلبكم يخص سفر أو مشروع أو مال في طريقه ليكم خلال الأيام القادمة، خلال الأيام القادمة في طريقه ليكم. أرى أمنية أو حلم بتتحقق، وناس ربنا هيسخرها لكم في صالحكم. أرى علاقة حب قوية هتبدأ هذا الأيام. أرى في انتصار على العدو وانفصال عن أذى استمر معك فترة طويلة إن شاء الله. سد ديون، أرى في سداد ديون ورزق على عتبة بيتك وخروج أذى أو روح شر من حياتكم إن شاء الله. أبشروا بي الخير.
تقرأ سورة الصفات مرة أو 3 مرات في اليوم، إن شاء الله كل شيء راح يتحقق عندكم بفضل الله تعالى، وتخلصوا من هذا السحر والحسد. وهسيب لكم في صندوق الوصف وفي التعليقات علاج الحسد والسحر إن شاء الله. هذه قراءات القراءة الأولى، نبدأ بالقراءة الثانية. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. القراءة الثانية: حرف الضاد والطاء والظاء والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأحرف. الحظ معكم، الحظ معكم، بدكم تاخدوا قرار مصيري، تغير حياتكم. شايف عندكم سفر مفاجئ، في سفر مفاجئ، في عندكم سفر مفاجئ، بدك تاخذ قرار. هذا القرار ليك فترة، بتتواصل مع شخص مهم خارج البلاد، تتواصلوا مع شخص مهم، وهذا الشخص بده يساعدكم ويدعمكم بأمور مختلفة بالعمل خارج البلاد. شايف في باب الحظ والنجاح والمال والعمل موجود كبير بإذن الله تعالى. فكرتم صح، بعد تعب ومجهود ودراسة وسهرتوا صار وقت تقطفوا تعبكم ومجهودكم، بدكم تندحوا وتزتوا نفسكم أكثر بالسفر خارج بإذن الله. شايف عندكم معارضين، وعندكم هذا المعارضين سيبكم، لكن عندكم دعم، عندكم دعم بفضل الله، أموركم تمام الحمد لله. ما بين هذا الأمور الوضع المالي الحمد لله معكم. أرى صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية، بدكم تاخدوا خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك، وبدك يعني تشرح وضعك للشريك بقلب بيتك، لأن في أرى في فرحة بخصوص أهل، في فرحة، وهذا بيكون سفر بإذن الله. وشايف في سفر قريب عندك فرحة ونجاح، قول يا رب، قول يا رب. بسم الله. أرى في سهر مع الأهل والمقربين ليك، بدك تكون مرتاح، تكون مرتاح. أرى العوض من الله بفضل الله تعالى، ديك العوض من الله، شيء جميل، شيء جميل وقادم لكم، وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأفراح ونعم. هناك أخبار جميلة ستلقوها وتبدأ تتبشروا بها. استقبل نعم الله الفرح لك من إن شاء الله. أرى بركة في الرزق وترقية تخص عملك أو في عمل داي قريب. العثور على شيء مفقود، أراكم عثرتم على شيء مفقود بقاله فترة، وهتستعد بخصوصك هذا الشيء المفقود منك. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى في قرار صح بتأخذوه يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد إن قرارك صح رغم رد فعل المنتظر. أرى شخص أنت بتحبه
بيزيد غلاوة عندكم وتدوم محبتكم إن شاء الله، تدوم محبتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى في مواجهة مع غريب يريد أذاليكم، لكن ربنا معكم وهينصركم عليه بأمر الله. أراكم أنتم هنا ندمانين على فضفضة قلتوها، وأنت معك حق، أنت معكم حق. خلي بالكم من كلامكم، بلاش تظهروا اللي في عقلكم كله، بلاش تظهروا كل اللي في عقلكم يكون على لسانكم، بلاش. أرى في مفاجآت حلوة غير متوقعة وهدية قيمة قريبة منكم من شخص غالي عليكم، بس هذا الشخص غالي عليكم جدا. أرى استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم نذر ولازم توفوه. أرى في رؤية شخص متوفي بالأحلام بشكل متكرر معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أموركم خير إن شاء الله. أرى خبر حلو خلال ساعات لأصحاب هذا الأحرف، في خبر حلو خلال ساعات. أرى فيها تفرح وتسجد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى في أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد. بسم الله الكشف. أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو بي اللايك فضلا وليس أمرا. بسم الله. لديك بشرى، لديكم من هذا الأحرف، لديكم بشرى وفرحة في خلال أيام قليلة. في شخص يحبك ويراقبك عن قرب، شخص يحبكم ويراقبك عن قرب. أرى شخص نادم على فراقكم، العيون مش سايباكم في حالكم، العيون مش سايباكم في حالكم. محسود من أقرب الناس ليك، احذروا. محسودين من أقرب الناس ليكم، احذروا. بسم الله الكشف. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لم أغلق. أرى إن شاء الله تخلصوا من هذا العين والحسد، لأنكم الحسد ماسك فيكم. أرى في طاقة جديدة ليكم إن شاء الله. بسم الله الكشف. طاقة جميلة إن شاء الله تفتح لكم هذا أبواب الرزق بفضل الله تعالى. أراكم فقدتوا مال أو انسرق معكم، لكن خير إن شاء الله، إن شاء الله يكون خير. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. في أمور كثيرة تحتاج أنت في الوقت الحالي بسبب الطاقة الروحانية موجودة معكم، في طاقة روحانية موجودة معكم، راح تكشف أمور ما تدخل عقلك أو تشوف بعينك، أمور أنواع وأشكال. البعض منكم يريد يخلص أو يخلص من موضوع هذا موضوع تعبه، راح تخلص منه، راح تخلصوا منه هذا الموضوع. بسم الله. ربك يريد لكم الخير ان شاء الله. في ناس في عمل ما تحب الخير لكم، وراح تسوي لكم مشاكل، بس لا تخاف، لا تخافوا، الانتصارات لكم بإذن الله تعالى. في انفصال بين طرفين،
لكن هذا الانفصال بالخير، بالخير. البعض منكم وليس الكل، كل واحد منكم يعرف قيمة الشخص الآخر، كل واحد منكم يعرف قيمة الشخص الآخر. في خروط طرف ثالث، عندكم تطور في أشياء وليست شيء واحد، وليست شيء واحد، في تطور في أشياء كثيرة. أرى منكم منتظر قرار، هذا القرار يكون بإيدك، هذا القرار يكون بإيدك أنتم. بسم الله الكاشف، أرى سعادة الشريك لإثبات نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، أرى تعيد النظر في أمور، نظرك في الأمور وركز صح كي تأخذ القرار الصح، عشان تأخذ القرار الصح. في بشرة حلوة، خير بعد أيام غير متوقع. بسم الله الكاشف، في صلح مع غائب ورد حق. أرى امرأة تكرهكم وأنتم مخدوعين وهتنصدموا لما تعرفوها، احذروا مكيده ولكن الله ينجيكم. في شخص هيحصل لك، هيغير لك مجرى حياتكم، استعدوا. أراكم مضغوطين عاطفي بين شخصين، ولازم انك تختاروا كويس، لازم انكم تختاروا كويس. أرى للبعض ترسيم علاقة وقرار زواج ودعم من يد غريبة. للمنفصلين، الشريك السابق بيعيش أقصى حالات الندم، حالات الندم وعلى فراقكم، يعيش حياة الندم على فراقكم. أرى بداية جديدة وأمل عاطفي جديد، مواقف محورة، في كشف الشريك قدامك على الحقيقة. للبعض مبلغ مالي بعد أيام، وشخص أسمر واقف في طريقكم. للبعض تريد الارتباط ولكن العراقيل من أهل الذي تريده. أرى شخص يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك، وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا القبيل. صدق هذا الشعور لهذا الشخص. أراك تفكر في شراء شيء، منكم يفكر في شراء شيء جديد، انتظروا حتى قليلا حتى يكتمل المبلغ معكم. بسم الله الكاشف، كثيرا تفكيرك لا يدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل، اتركوها أخواتي بالله في يد الله وستنحل معكم. أرى خروج من فترة طويلة صعبة وحب جديد يطرق قلبكم من شخص، برضو أرى في شخص برضو مش واضح معايا البرد. أرى للبعض كلام كثير بيتقال عليهم وأنت عارفين الشخص ده، بس أنت مش في دماغك في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين. بسم الله الكاشف، طاقة المال قوية ليكم، طاقة المال قوية، هناك مبلغ مالي ممتاز، أنتم كنتم محتاجين هذا المبلغ، رح يدبر وتلاقوه جايلكم من حيث لا تحتسب إن شاء الله. بسم الله الكاشف، أرى تحقق إنجاز مميز بالعمل، في حاجة حلوة قوي هتحصل معاكم،
قريبة، انتوا كنتوا منتظرينها بفارغ الصبر، وأرى هتخرج من زعل ده، كل الزعل ده كله هتخرج منه، والدنيا بتضحك لكم ليكم مرة ثانية. هناك شخص بيحبكم قوي لكنه بيعيد عنك ومش عارف يقرب منك ازاي. حاولوا تدور عليه وقربوا حياة جديدة قريبة منكم، بتبدوها أولها بيكون صعب لكن فيها خير، فيها خير بإذن الله تعالى. أرى عين بصالكم في حياتكم وبتحسدكم على كل شيء حتى ضحكتكم، لكن ما تخافوش ربنا معكم. أراكم تستعدوا لسفر أو لقاء لأحباب، وهتقضوا وقت ممتع إن شاء الله. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، دايلكم فرحة من غير ترتيب، فرحة من غير ترتيب، وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم بإذن الله. من بعد السنوات تعب ستروا قدرة الله في تحقيق ما صبرت لأجله. أبشروا بالخير، أبشروا بفضل الله، كل شيء سيتغير في لحظة لصالحكم، لأن الله يريد ذلك. فلا تقل مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرد، كله بيد الله. أرى ندم أحد الأشخاص اللي ظلموكم واستغلوكم، أرى في ندم منهم. أرى بسم الله، حقك راجع، حقكم راجع. أرى في مبلغ مالي محترم قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دائم. أرى تنبيه اليوم، احذروا من أشخاص قد تعتقد أنهم قريبين ولكنهم هذا الأشخاص تعتقدوا أنهم مقربين لكن أنهم يفتشون أسراركم. لا تتمادوا معهم بالفضفضة، استعينوا بالله كثيرا، استعينوا بالله كثيرا. شايف عندك تغيرات، شايف عندكم تغيرات كثيرة بفضل الله تعالى، في رجوع للمنفصلين بسم الله الكاشف، وفي مولود في الطريق لكم بإذن الله تعالى، مولود. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح، وراء رزق وفير بقدرة الله تعالى، ورجوع حق بفضل الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم يبشركم بكل خير بإذن الله تعالى، ربي يبشركم بكل خير، في صلح ما بينكم وبين الشريك، منكم ما بينه وبين الشريك في صلح، والمنفصلين في رجوع بفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، فمنكم في زواج قريب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تقضي حوائجنا. يا حي يا قيوم يا الله، ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. هذا قراءة أخواتنا في الله أصحاب هذا الأحرف، تم قراءتكم أخواتنا في الله، وصورة البروج اقرأوها بدون عدد كثيرا، كي بنية فتح الأبواب المغلقة وبنية الفرد والعلاج من هذا السحر وهذا الحسد الذي عندكم. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وباقي الأبراج داخل القناة، وكل يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع بننزل استخارة بالأحرف بفضل الله، وكل يوم بننزل العبرات كاملة بفضل الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. وأسيب لكم في صندوق الوصف أخواتي في الله علاج الحسد وعلاج السحر إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تشفيهم يا حي يا قيوم من كل داء يؤذيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لكم جميع الأبواب المغلقة، والسلام عليكم.